تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة تفسير الأحلام، واليوم حنحكي عن ترتيب أو تحضير شنطة السفر. هيدا المنام له معاني ورموز كتيرة وبيدل على إعادة ترتيب الرائي، يعني اللي شاف المنام، لحياته ابتداء من الوضع الصحي وصولا للوضع المالي. للمرأة المتزوجة بيدل هيدا المنام على حمل ورغبة بالإنجاب إذا كانت هيدا المرأة بسن الإنجاب، وكمان بيدل كمان هيدا المنام على تصالح وتقارب مع الزوج بالكتير من المواضيع يلي كانت واقفة بيناتهم، كان مواضيع خلافية أو مواضيع حياتية. للفتاة العزباء بدل هيدا المنام على سفر أو قرار عاطفي مرتبط بالسفر. لرجل الأعمال أو الموظف بدل هيدا المنام على السعي لتحقيق مكاسب مالية أفضل عن طريق جهة خارجية. كل منام وأنتم بخير، ضلكم بألف خير. باي باي.